حلقة خاصة عن الأمراض الوراثية، إيه هي الأمراض الوراثية وإزاي يتم الكشف عنها وإزاي ممكن نستفاد من مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية. ده محور نقاشنا اليوم مع ضيوفنا. اسمحوا لي أرحب بالدكتور هشام فايق، عميد معهد الوراثة البشرية أبحاث الجينوم بالمركز القومي للبحوث. أهلا وسهلا بحضرتك بالسادة المشاهدين، ومنورانا الدكتورة نانيس عبد المحسن، منسق مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية. أهلا وسهلا بحضرتك. أنا هبدأ مع الدكتور هشام أولا عشان نفهم أو ندي الناس صورة عن إيه هي أصلا الأمراض الوراثية اللي إحنا بنتكلم عنها، أمثلة عليها. هل هي بالفعل مرتبطة بالزواج بين الأقارب ولا الأسباب تتنوع يعني؟ الأمراض الوراثية هي الأمراض اللي بيتسبب فيها الخلل في الجينات أو الكروموزومات اللي هي العوامل الوراثية. الأمراض الوراثية دي بتكون ناتج عن خلل في الجينات والكروموزومات، بمعنى ان يكون في طفره في الحمض النووي اللي هو بتاع حضرتك عارفه الحمض النووي اللي هو حامل الصفات الوراثيه الدي ان ايه. انا بحاول اقول بالعربي لا مظبوط، او في خلل في الكروموزومات سواء في العدد او في التركيب. العوامل دي، الطفرات او الخلل ده، الانسان بيتولد بيه وبيفضل عنده لغاية ما يتوفى. طبعا ملوش علاج، يعني في علاجات مستحدثة بس يعني ما نقدرش نقول انها بيشفى تماما يعني. الامراض دي بقى بتتنقل من جيل للتاني عن طريق الوراثة. زي ايه مثلا؟ امثلة على الامراض الوراثية دي. يعني حضرتك مثلا في الامراض المرتبطة بالكروموزومات زي متلازمة داون، اللي هو الطفل اللي بيحمل صفات البله المغولي. اوكي. متلازمة تيرنر اللي هي انثى عقيم، متلازمة كلاين فلتر. في امراض مثلا زي امراض الدم الوراثية، مرض ما انيميا البحر المتوسط او البيتا ثلاسيميا، في مرض السيكل سيل انيميا او الانيميا المنجلية. دي كلها امراض وراثية ممكن تتورث. الشيء الخطير ان احنا هنا في مصر نسبة زواج الاقارب عالية جدا. بتكون نتيجتها ايه؟ ان كل الجينات المتنحية اللي هي موجودة عند الاقارب علشان هم من اصل وراثي واحد، جين عند الام وجين عند الاب، الاب والام اصحاء ومش ظاهر عليهم حاجة، الفينوتايب بتاعهم او الشكل المظهري سليم 100%. اللي بيحصل ان الجين المتنحي اللي عند الام، الجين المتنحي اللي عند الاب بيجتمعوا في الطفل، بيطلع طفل مصاب. طبعا دي ان طفل مصاب او عنده اعاقة معينة في اسرة، دي كارثة. الاسرة دي هي نواة المجتمع، ومش بيأثر على الاسرة بس، هو بيبقى فيه فرد مصاب او غير سليم في المجتمع، معاناة، خلينا نقول معاناة داخل الاسرة ومعاناة للطفل نفسه. ومعاناة طبعا للطفل نفسه وفرد غير منتج في المجتمع. والله مش شرط. انا يعني دلوقتي بالتوجه العام للدولة احنا يعني في استيعاب لكل من هو مختلف، حتى يعني ما هو او دمج، خليني اقول يعني. لا احنا ما بنقولش خالص ان هم مش من، لا بالعكس لازم يندمجوا في المجتمع. صح. ولازم يساهموا بشكل إيجابي في التدريب، ولازم احنا نستحملهم ونشجعهم ونعمل لهم سبورت. صحيح. بس برضو هو مختلف. فدي مشكلة. طيب.